مبروك على المكسب كمان. وبعدين يا كابتن شريف انا عايز اقول لك حاجه، يعني القسوه برضه تبقى معاه شويه رحمه. الله مش الله رحمه الله. في الكوره الله 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 نو ميرسي. لا حتى لو هو ده المنافس بتاعك، لا لا. ولكن بتشفق عليه بعض الشيء. لا هو لو تمكن مني حي لا ممنوع. انا القاطع ممنوع. احنا لما بتبقى عندي فرصه زي دي خدت بالك، وانا برضو مصر يعني محمد شريف وقفش هو ايه دول لو مش في منتخب بكره بقى يبقى في ده هنقوله بقى بعد لا هنقوله دلوقتي. لا ما هنقوله لو مش في المنتخب بقى بكره يبقى في ايدي خفيه بقى بتلعب في الحكايه لا مفيش ايدي خفيه ولا حاجه، وان شاء الله هيكونوا متواجدين. طيب يعني اتنين